فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أحسن الله إليكم. السؤال 18 من تونس يقول: انتشر منذ مدة الصراخ بالتكبير الجماعي في المظاهرات والمساجد، فهل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وباتفاق المحققين من أهل الرسوخ في العلم وحسن التدين من الأئمة وأبنائهم طلاب العلم أن المظاهرات محدثة، وأن التكبير الجماعي كذلك محدث، فليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالبدعة جرت البدعة. المظاهرات والتكبير الجماعي تولد عنهما الصراخ في التكبير وحتى في المساجد. وصدق القائل حين قال: البدعة بريد الكفر. وأنا ليس أقول، وليس معنى هذا أن ما ذكاء ما أن المظاهرات والصراخ بالتكبير الجماعي كفر، لكن أقول إن البدع تجر إلى ما هو أكبر. نعم، حتى توقع المرء في ما هو كفر ورد عن دين الله عز وجل. فعلى سبيل المثال، نعرف رجالا دخلوا في حلق العلم السلفية وهم من الإخوان المسلمين، والآن تنشر عنهم كلمات ردة وكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، فليحذر المسلمون البدع وإن كانت من الصغائر. نعم.